في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 692 عنصراً إجرامياً ومصر عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 358 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 45 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1473 قطعة سلاح ناري أبرزها 182 بندقية و129 بندقية آلية و62 مسدسا و1100 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و165 خزينة، إضافة ل1824 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 585,917 حكماً قضائياً، من بينهم 2,308 حكم جناية و204,722 حكم حبس و297,911 حكم غرامة و80,976 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 27 متهماً قاموا بارتكاب 12 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 89 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 135 متهماً، وتم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1712 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 254.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 331.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 50.5 كيلوغرام، وضبط ما يزيد على 7.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يزيد عن 6.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 25,597 قرص مؤثر و8,280 قرصة ترامادول مخدر و2,305 قرص كيبتاجون، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي
34 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال بقيمة مالية بلغت 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.